السلطة التشريعية في البلاد عادت إلى مدينة بنغازي التي تحررت من الجماعات الإرهابية، وهي رسالة بأننا قادرون كشعب ليبي بالانتصار على الفكر المتطرف وعلى أولئك الظلميين الذين اعتقد الكثير بأنهم هيمنوا على مدينة بنغازي العام 2014، لكن الشعب الليبي قادر أن يعود وأن يطهر بلاده بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة وأبناء الشرطة وكل أبناء الشعب الليبي الذين وقفوا تجاه كل هذه الجماعات الإرهابية. وبفضل الله اليوم يعود مجلس النواب إلى مقره الدستوري ويعقد لجلساته في مدينة بنغازي بعد تحريرها من هذه الجماعات الإرهابية. تم التركيز في سواء كلمة فخامة رئيس مجلس النواب أو السادة أعضاء مجلس النواب حول الأحداث التي تمر بها العاصمة طرابلس وعمليات الجيش الوطني من أجل تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأيضا تم التأكيد على ضرورة إصدار قرار من مجلس النواب بدعم عمليات الجيش الوطني والمطالبة مطالبة المجتمع الدولي برفع حظر تسليح عن الجيش الوطني ودعمه في عملياته ضد الميليشيات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون، والتأكيد بأن عمليات الجيش الوطني ليست موجهة لأحد إلا لأولئك الإرهابيين والمتطرفين، وبأن الجيش الوطني يحافظ على الحريات. عمليات الجيش الوطني جاءت من أجل كرامة الشعب الليبي ومن أجل الحفاظ على الحريات العامة والممتلكات العامة والخاصة.